السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم مجددا في قناتكم مي أوسمان. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن ما يلي: كشف خطة عثمان وترقط أثناء جواز أكتيمو في قلعة إيناغول، وهل يهاجمون قلعة كوبوحيصر أثناء الجواز أم يقومون بلعبة أخرى، وهل سوف تحصل مصيبة في هذا الجواز، وكشف سر وراء قيام كانتاكوزانوس بجلب الاتفاقيات مع السلطانة، ولعبة السلطانة لسيطرة على القلاع وعلى مدينة ينيشاي عبر سلاح الفقر، والسلطانة تكتشف كونو مع عثمان، ولماذا أخذ عثمان سلاح كونو، وغيرها من الأمور. وقبل أن نكمل هذا الفيديو لا تنسوا ذكر الله تعالى وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وهيا بنا نكمل تفاصيل الحلقة. وكنا قد تساءلنا في مقطعنا الماضي عن سبب إقامة عثمان للجواز في قلعة إيناغول، فقد قال عثمان في نهاية الحلقة الماضية للسلطانة وغيرها أنه سوف يقوم بتجويج أكتيمور بألتيتيك في قلعة إيناغول التي مات فيها أخيه جوندوس، ويبدو لعثمان هدف أكبر بإقامة هذا الجواز في قلعة إيناغول. ولدينا هناك احتمالين منهما، وربما يقوم عثمان بخداع الجميع وأنه يقوم بفتح قلعة كوبوحيصر في هذا الوقت مثلا، أو ربما يقوم بسيطرة على هذه القلعة وطرد ترقط منها. وكما قلنا في مقطعنا الماضي أن ترقط سوف يصبح في صف عثمان بعدما أن تحدث معه الدرويش كونرال عبدال، ولكن سوف يستمر ترقط في صف السلطانة لخداعها، فهذا أنه لن يسلم القلعة لعثمان هكذا، بل سوف يجعل السلطانة تظن بأن عثمان قد طرد تولغوت بالقوة من هذه القلعة، لأنه سوف يبقى في صف السلطانة لفترة طويلة وسوف يساعد عثمان من هنا سريا، وكونرال عبدال سوف يخبر عثمان قبلها بأن تولغوت قد عاد للصواب وسوف يعمل مع عثمان. وقد يتكرر معنا سيناريو جوندوز عندما كان في صف عالمشا في موسم الثالث، وقد رأينا جوندوز قد خدع في البداية ثم قام بمساعدة عثمان بعدها، وبهذا سوف يصحح ترقط الخطأ الذي قام به. وهناك احتمال وردنا يقول أن درويش كونرال عبدال قد يكون قابل عثمان قبل وصوله إلى قلعة مالماراجيك في نهاية الحلقة، والدرويش يكون قابله قد اتفق مع ترقط على خطة معنية بأمر من عثمان، ويقوم عثمان بجعل الجواز في قلعة إيناغول بتوافق مع تولغوت سريا، وسوف تكون هناك خطة بينهما لخداع الأعداء. هنا بقت ملاحظة نتحدث عنها، وهي أن السلطانة وبيندر قد يقومون بهجوم على أكتيمور أثناء الجواز، وكما نعلم أن في كل جواز عند بوزداغ هناك مصيبة، فهل هنا مصيبة تنتظرنا في هذا الجواز أيضا، أم تكون هذه المرة المصيبة على الأعداء؟ وشاركونا رأيكم، لماذا يقيم عثمان جواز أكتيمور في قلعة إيناغول، وهل سوف تحصل مفاجأة في هذا الجواز؟ ومن جهة أخرى، لو ركزتم في الحلقة الماضية فإن كانتاكوزانوس أمر رجاله أن يجلبوا له الاتفاقية التي وقعها عثمان مع الإمبراطور، فلماذا قام كانتاكوزانوس بهذا؟ والسلطانة سوف تكون قد أرسلت رسالة إلى كانتاكوزانوس ليأتي بهذه الاتفاقية، وهذه الاتفاقية تكون قبل بعض الفتوحات التي حصلت، ومنها قلعة مالماراجيك وغيرها، ولهذا سوف تجعل كانتاكوزانوس يطلب بتنفيذ هذه الاتفاقية وتسليم ما فتحه عثمان بعدها، وسوف تحاول السلطانة أن تحرج عثمان بهذه الاتفاقية، ولهذا عثمان يضرب الطاولة التي عليها الاتفاقية بسلاحه، وقبلها كان يقول هذه الأرض التي أخذتها بإراقة الدماء لن نتركها دون إراقة الدماء الآخرين، ثم يقول لو أردتم طردي من وطني فلن أترك وطني لأحد، وهذا يعني أن السلطانة وكانتاكوزانوس قد طلبوا من عثمان الأراضي التي فتحها بعد الاتفاقية. وبعد أن ضرب عثمان لهذه الطاولة يعني وضح عداءه مع السلطانة،
وكذلك يعني كسر كلمة السلاجقة وبداية انفصال عثمان عنهم، ويبدو أن عثمان سوف يطرد السلطان من أراضيه أيضا. وقد ظهرت السلطانة وهي تلبس درع في بداية الإعلان وتجهز معسكرا للحرب، وهذا المعسكر يكون في مكان مفتوح، سوف تقوم بجمع جيشها للهجوم على عثمان، وغالبا سوف يحصل شيء يؤخر مهاجمة السلاجقة لأراضي عثمان. فحسب توقعي لن تكون هناك حرب بين جيش السلاجقة وبين عثمان، وقد تحصل مواجهة خفيفة، ولكن لن أتحدث عن المغول فقد تحدثنا عنهم كثيرا. وعموما السلطانة سوف تقرر سيطرتها على القلعة بعد أن يرفض عثمان تسليم لها، وهي تعتبر القلعة مالمراجك تحت سيطرتها لأنها تعتبر أوكتام تابع لها، وإذا عرضها أوكتام فهي سوف يسهل سيطرتها على القلعة هو بيندر أو جوجة بنجي خاتون. وكذلك تعتبر قلعة إناغول تحت سيطرتها أيضا، لذلك لأن تورغوت يحكمها وقد وعدها أنه سوف يكون في صفها. وكذلك سوف تحاول السلطانة سيطرة على مدينة نيشهر، ولكن لن يستطيعون لأنها مركز عثمان، ولهذا سوف يحاصرونها كما قالت السلطانة بسلاح الفقر، وسوف يسيطرون على التجار في تلك المدينة، وسوف يحاصرونها اقتصاديا. وعندما ظهرت مالهون تتحدث مع بالا في الإعلان، فإن كان هناك أشخاص في الخلف ولا أعلم هل يكونوا التجار أو مبعوثين من السلطانة أو غير ذلك، وربما قد طلبوا منهم تسليم المدينة أو لسبب يتعلق بهذا الأمر، وربما لهذا كانت تقول مالهون أن هذه الأملاك تؤخذ بالروح وتعطى بالروح. ومن جهة أخرى هناك خونة قد دعموا بيندر في قلاع أخرى كما جاء في الحلقة الماضية، أن بيندر قد أشعل الفتنة في أحد هذه القلع، وغالبا هو يقصد هذا السيد الذي تحدث معه عثمان في المجلس، وهو السيد شاهين. وقد ظهر شاهين في الإعلان وهو يرفع رايات عثمان من القلع، وعنا هذا الخائن شاهين الذي أتى في الإعلان وهو يسيطر على بعض القلع، وكان شاهين يضع في أحد القلع رايات قبيلة أوكسام غالبا. هل يصبح أوكسام في صف السلطانة أيضا؟ ربما نعم، وذلك بعد قرار عثمان تجويج ابنته بدون تحدث مع أوكسام، وبعد أن قام عثمان بتهريبها. وحتى لو أن أوكسام لن ينضم إلى السلطانة، فإن زوجته بنجي خاتون مع بيندي يسيطرون عليه وعلى القلعة مالمراجك. والصراحة المسلسل قد ظلم شخصية أوكسام كثيرا بضعفها الكبير بعدما كانت قوية. وعموما شاهين سوف يكون أول الراحلين، وأتوقع أنه سوف يتم تقطيع رأسه في أقرب وقت ممكن. وعثمان كان قال له في الحلقة الماضية في الديوان. ومن جهة أخرى هل تكتشف السلطانة لعبة كونور مع عثمان؟ ولماذا أخذ عثمان سلاحه؟ كما رأينا أن عثمان قد أرسل كونور ليأتي بالأخبار من عند السلطانة، وقد نجح وعرف مكان أكسيمور كما رأينا، ولكن عندما ذهب إلى مكان عثمان وأخبره بهذا الخبر وكونور مراقبا كما قالت السلطانة لمراقبته، ولا تبعد عينك عن كونور حتى نتأكد أنه هو واحد منا، ولهذا قد يتم كشف علاقة كونور بعثمان بطريقتين، الأولى عبر المراقب كونور، والثانية هي معرفة عثمان مكان أكسيمور. قد يعلمون بأن كونور عارف بهذه المعلومة، ولهذا قد يتم اكتشافه قريبا، وكذلك يعرفون بذهابه إلى عثمان أيضا. ولكن لماذا قام عثمان بأخذ سلاح منه؟ هل يريد عثمان استخدام هذا السلاح، أم أنه يتوقع أن كونور مراقب وسوف يتم اكتشافه من طرف السلطانة، ولهذا يجب على كونور بأن عثمان أمسك به وضربه
وأخذ منه هذا السلاح، وهذا ربما مستبعد برأيي، وأن عثمان يريد أن يتنكر بملابسي ووصول للسلطانة لاحقا. فما رأيكم؟ أتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، والضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم جميع فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.